الغياب اولا عندي انشغالات شويه جمعويه، كاين مشاريع كتقدم كي كنكون عندنا في حق اللي كان كيكون يمكن نشاركوا فيها، ما كتحضاش بالاختيار، ولكن الاساس الاول يعني او النقطه الاولى في نظري هو انني احيانا ملي كتعرض عليا شي عمل وكنقرا كنشوفو كنديرك انت قدام عينيا، كندير امك، كندير اختك، كندير الناس اللي غنتلاقى في الحومه، كندير وليداتي، كنديرهم بين عينيا. الحويجات اللي كنتمنى يكونوا هو اولا هي ان نحدوا من دبلجات الاعمال اللي ماشي مغربيه بحال المكسيكيه، لان الخطر فين تيكمن ولدي في هذاك الاعمال ملي كترجم؟ الخطر تيكون على ذاك الوليد اللي عنده ما بين عامين، ثلاث سنين، ربع سنين، ملي كيشوف واحد العمل اللي تيتكلم بالدارجه. بالنسبه لي هذوك راه مغاربه، كيدور الواقع ديالو، كيشوف هذاك عدم التوازن بين شنو تيوقع؟ تيوقع فيه بدون يعني بطريقه عاديه واحد الرفض للواقع ديالو اللي كيقارنوا مع دوك المغاربه اللي ما هما اصلا ماشي مغاربه ولكن تيتكلموا بالدارجه، اذا بالنسبه ليه لا مغاربه وكيشوف الواقع ديالو. انا من الناس الناس اللي كبروا في واحد الوقت اللي كانوا الملحنين، الشعراء، السجالين، المغنيين كيحترموا اعمالهم، كيديروا جهدهم باش الاغنيه ديالهم او باش المنتوج ديالهم يكون واحد الاضافه نوعيه، يعني كان ما يسمى بالشعر جمل شعريه، كان كذلك واحد المجهود موسيقي. اليوم انا شويه اللي ما تنفهموش وملي كيسولوا يعني شي مغني من هاد الشباب تيقول لهم انا خديت واحد الجمله موسيقيه او جوج الجمل موسيقيين من الانترنت ودرت ولصقت عليهم كلام. انا بغيت نقول على ان يعني حقا عندنا وليدات زوينين في صفة الله، شباب زوين عندهم اصوات رائعه، عندهم نبرات صوتيه مزيانه، ولكن اللي كنطلب منهم هما الاجتهاد. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.